لله يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ربنا ينتقم منك، كل اللي احنا فيه ده من تحت راسك. والنبي يا ماما نقطينا بسكتك بدل ما اديكي باللي في رجلي. صلاح اطمن يا ضنايا، اطمن يا حبيبي. خير خير الله يا بيه. تعالي سوى الناس جاية ليه؟ جاية عشان تشمتي فيا؟ ولا جاية تطمني اني خدت 4 ايام؟ اسمعي اما اقولك، اوعي تفتكر اني ممكن اتعدم. مش هيحصل. انا هخرج يا نعمة، هخرج منها وهعيش وهد الدنيا فوق راسك. مش هيبقى ورايا غيرك. هو هتفتكر ان المحامي اللي معايا ده انا مكمل بيه؟ لا، انا هجيب اجمد محامي في البلد. انا هجيب محامي اشطر منك 1,000,000 مرة. هجيب اللي هيعلم عليك يا نعمة. ما تتعبش نفسك في تنقية المحامي يا صلاح، عشان أياً كان اللي هتجيبه يترافع، سواء كان شاطر أو بليد، مشهور ولا مغمور، مذاكر القضية ولا داخلها على باب الله، مش فارقة. مد إيدك ونقي أي محامي تعوزه، عشان أياً كان مكان، قسماً بالله لرزعلك بيه حيطان المحكمة، وخليه يبصلك آخر الجلسة بصة إحباط. عينك وعيني ما شافتش زيها في حياتك. بحق روح محمد، بحق ال4 سنين اللي طلعتهم من الأولى على كلية حقوق، بحق مرمطة السنين اللي فاتت دي كلها في الأقسام والنيابات والمحاكم بتعلم، بحق كل كلمة اتعلمتها من سعيد أبو علب، الغدر والخسة اللي شفتهم منك. يكون جايبة لك إعدام يا ابن نوال، وخلي آخر حاجة تشوفها في الدنيا قبل وش عشماوي ووش نعمة سعيد أبو علب وهي بتترافع قصادك في المحكمة. مش كنت دايما بتقولي نفسي أشوفك وانت بتترافع يا نعمة؟ هنولها لك يا جسارة، قصدي يا أرملها. يا لهوي، كنت هنسى. نسيت أقولك، رفعت عليك واحدة خلع قبل ماكي.